بسرعة بسرعة، يلا يلا الحقني، تخبى تخبى تخبى، يلا عبود وطي صوتك، بدي أعرف أحكي يا زلمة، عندي امتحان بكرة. طيب طيب ما تصرخ. حبيبتي تخبى، وين تخبى. كنا؟ اسمعي اسمعي، وبعدين مع هالشغلة الواحد ما بيعرف يحكي بغرفته، مش عارف كيف بدي أخبرها، لازم أحكي لها، شو بدي أعمل؟ قوي قلبك يا زلمة، أنا بدخل معك. يما شو هذا؟ صرت علي أماني إلا تأمل لي أظافري، الله يرضى عليها. خير شو في يما؟ أماني؟ اسمعيني يما، في إشي بدي أحكي لك إياه. أنا بقول لك مرت عمي، هاي أختك ودوها أولادها عدار المسنين. فضة؟ خرجها، أخذت كل ذهبات أمي ولا أعطتني تعريفة، طول عمرها بتحب المصاري. يما فكرتك رح تزعلي، شو رأيك نكسر الشر ونروح نزورها؟ ما انت شايف وضعي يما، أقول لك هاي أمر عد بتروح بتسد عني وعنك، ولا شو كنتي؟ أماني يلا تعالي كملي لي البديكير والفوت مساج، يلا. بس هذا اللي ناقصني، أروح أزور أختها عدار المسنين. ماما اسمعيني منيح، أنا ما بقعد مع هذا الولد ولا دقيقة واحدة بنفس الغرفة، أنا بدي غرفة لحالي وبدي شوية برايفسي. غرفة لحالك؟ كيف والبيت قد اللقمة؟ أقول لك عندي الحل، بس بدكم تساعدوني. وتعالى نرقص بلدي، تعالى. مرحبا مرت عمي. أهلين كنتي، غلبناكي بهالزيارة، بس يعني ما انت شايف الوضع كيف؟ كيف أفضى؟ يا بي حماتي لو تشوفي، لو تشوفي اللي شفته. الله يعين الناس على مصايبها. مصايب؟ عايش بعز تقولي بسويسرا، خضرة وبط وشلالات، شوفي بعينك. وشو الأكل؟ أوتيل 5 نجوم، البوفيه إلو أول ما إلو آخر. لا وبعمل دروس رسم وسباحة وركوب الخيل. تعرف يا حماتي لولا مسؤولية هالولاد كان استقريت هناك، إشي بيطول العمر. وبعدين ليش هو مختلط؟ على كل حال أختك بتسلم عليكي وبتقولك ما في داعي تزوريها أبداً، عايشة أحلى عيشة. وشو بدي أقول؟ هو النت سريع عندهم؟ طلق خاطركم. يما على وين رايحة؟ على سويسرا، قصدي عند أختي فضة. لا إمتى بدنا نظل زعلانين من بعض؟ شو ظل من العمر يما؟ هيك يما فجأة، وبعدين إحنا ما رتبناش الأمور. ما هي مرتك حجزت لي سويت، والأولاد الله يرضى عليهم طلعوا كل المصاري اللي بالكجة، وأنا محوش شوي. طيب بوصلك يما. لا لا يما، هي السيارة بتستناني تحت، يلا باي. رح اشتاق لك يا مرت عمي. راس ولا كتابة؟ راس. غلط، كتابة. يس، غرفة التيتا صارت إلي. شو هالصباح الحلو، شو مالك مكشر يا زلمة؟ أنا لهلا مش داخل عقلي، كيف قبلت أمي تروح على دار المسنين؟ كيف يا ناس؟ إحنا دافعين 6 أشهر، يعني إذا ما عجبها بترجع بس يخلصوا. أنا عندي طلعت شوبينج مع أم ركان، يمكن أتأخر، باي حياتي. قلتي لي أوتيل 5 نجوم، حسابك بعدين يا بنت عفاف. تفضلي تفضلي فضة، البيت بيتك حبيبتي، وهي أم رعد رح تصير تدير بالها علي وعليكي. وركضي دخلي شنطتين على غرفتي والحقينا باثنين أورنج جوس بسرعة. حاضر حاضر مرت عمي. صرخ لك فيها أبو رعد صوت، قال مفكرة بتقدر تخلص مني على مين؟ عبود عبود افتح الباب، مش لاقي محل أنام.